خواتاتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خديجه ام البنات. اليوم غادي نوجد لكم هذه الشهده، هذه الرائعه، الشهده غزاله تبارك الله وصلى على النبي. كتجي من الداخل على على شكل كاطو، ماشي قراشل. المهم كنتمنى الله تنال الاعجاب ديالكم وجربوها، راها روعه روعه. دوزوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا نص كيلو ديال الدقيق الممتاز، عندنا رشة ملح، عندنا جوج بياض بيضة وصفر بيضة، عندنا هنا كاس لارب ديال الزبدة. غادي نكبو النص فيه تقريبا ضعفين، وغنخليو واحد شويه، خليو غير هذا الشيء باش غادي بالنسبه للحليب دافي والزبده دافيه. معلقه ديال الخميره، كاس لارب ديال السكر الخشن، عندنا هنا معلقه صغيره ديال الخمارات بيكين باودر، عندنا الشكلاط للحشو. غادي نديرو الحليب ديالنا، غادي نديرو السكر، نديرو بيكنج باودر، غادي نحطوهم في الماكينه يتعجنوا واحد 5 دقائق 6 دقائق، وغادي نرجعوا نشكلوها معاكم. هذه هي العجينه ديالنا، هي من بعد ما تعلكات نتوما. دابا غنهزوا، ديروا يدنا في الزيت، غادي نهزوا بحال هكا الحبيبه، غنديرو فيها 3 الحبات ديال الشكلاط، غادي نجمعوها غادي نحطوها هنايا. هذا بالنسبة للوز لتزيان. من بعد ما غندهنوها بالبيض غنزينوها باللوز وندخلوها للفران، ولكن تا غتخمر ويضعف الحجم ديالها عاد يمكننا ندخلوها للفران. غادي نحطوها على درجة حرارة 350 درجة 40 دقيقة، هكا غطيب. غادي نزينوها ان شاء الله، غادي نكملو وغادي نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. دابا غادي نخليوها تخمر ويضاعف الحجم ديالها، وعاد غنوليو نعاودوها بالبيض، نوليو ندهنوها بالبيض حيت انا دهنتها الدهنه الاولى، ومني غتاخد الحجم ديالها غادي نوليو ندهنوها بالبيض وغنرش عليها اللوز مهرمش، وعاد غادي ندخلها الفران ان شاء الله وتبقاو معنا الشكل النهائي. خواتاتي هذه هي الشكل النهائي ديالنا، هانتوما الشيشه تبارك الله وغزاله، غادي تعجبكم. غادي نزينوها بواحد شويه ديال الشكلاط هذا، خوتي هذا هو الشكل النهائي ديال الشهده ديالنا. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي، تبركوا على المربع الاحمر وتخدموا الجرس يوصلكم كل جديد. ما تنساوش ديروا لي جيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.